استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم في مدينة طبرق معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريس رفقة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة. اليوم في هذا اللقاء تم تباحث آخر المستجدات في الشأن الليبي وسبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد، بالإضافة إلى الملتقى الوطني الليبي المزمع إقامته في مدينة غدامس منتصف الشهر الجاري.